السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. المتحدث الرسمي باسم الحكومة: البنك المركزي يعمل على وضع حلول ناجعة لوقف التدهور في قيمة الريال. جامعة عدن تقيم المعرض الوطني للاختراع والإبداع بمشاركة مبدعين من جميع المحافظات. استهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن رئاسة الجمهورية والحكومة والبنك المركزي اليمني وأجهزة الدولة المختصة تبذل جهودا كبيرة في سبيل وضع حلول ناجعة لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية. وأشار بادي إلى أن التحرك الحكومي في هذا الجانب يتم على عدة مسارات وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية. أوضح بادي إن الميليشيا الانقلابية نهبت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي الذي كان قبل انقلابها على السلطة الشرعية حوالي 5 مليارات دولار، وسيطرت على 2 تريليون ريال من العملة المحلية كانت موجودة في البنك. كما تسببت الميليشيا في خروج الشركات الأجنبية العاملة في اليمن، خاصة في مجال النفط والغاز، عقب انقلابها على السلطة الشرعية. هذا وواصل الريال اليمني اليوم انهياره أمام النقد الأجنبي، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 510، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 135 ريال. ومن المتوقع أن يواصل الريال انهياره أمام العملات الأجنبية في ظل استمرار عبث الميليشيا والقصور في أداء البنك المركزي اليمني في مدينة عدن. تنهار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بصورة حادة ومتسارعة تنذر بكارثة على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يضع الشرعية أمام تحديات جسيمة، خاصة في ظل عبث الميليشيا وعدم اكتراثها بمعاناة المواطنين الذين احترقوا بالفقر وغلاء الأسعار. المزيد من مقاربة المشهد في التقرير التالي. وبدلا من اعتراف الميليشيا بأنها المشكلة، ذهبت تفتعل مزيدا من المشاكل بحجة البحث عن حلول. واقع يلخص جانبا منه الوزير السابق خالد الرويشان، إذ كتب على صفحته بالفيسبوك: الحل ليس في حبس صرافين، بل في إطلاق البلاد من وثاقها. تأكيد الجميع على مسؤولية الحوثيين عما آل إليه وضع المجتمع واقتصاده وعملته، تأكيد لا يغفل مسؤولية الحكومة الشرعية التي هي المخولة من قبل الشعب بإنقاذه من عبث الميليشيا وعبثية الفساد أيضا. وتلك مهمة تقول الجهات الحكومية إن الرئيس هادي افتتح خطواتها الجديدة باجتماعه بالقيادات المالية والمصرفية، ممثلة بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ونائبه، إذ أكد رئيس الجمهورية على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بمهامها الدستورية المناطة بها وتفعيل أدائها في مختلف الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية على مختلف الأنشطة والعمليات للبنوك الأهلية والتجارية لضبط إيقاعها والوقوف على الأنشطة المالية المختلفة للإسهام في السيطرة وتحقيق الاستقرار المطلوب ووقف تدهور العملة، موجها بالإشراف المباشر على العمل المالي والمصرفي من العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات واتخاذ الضوابط لتحقيق الاستقرار المنشود. توجيهات لم يعد الوضع يحتمل تأخير تحويلها لإجراءات يدعمها اقتصاد الأشقاء.
قال مصدر جمركي إن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للانقلابيين للجماعة الحوثية المتمردة المدعو صالح الصماد أصدر توجيهات تقضي بفرض جمارك جديدة على البضائع المستوردة. وقال نائب مدير الجمارك في ميناء الصليف عبد الله جماح في تدوينة له على صفحته بموقع الفيسبوك إن الصماد وجه بفرض رسوم جمركية 100% على جميع السلع في المنافذ التي استحدثتها الميليشيا في مناطق احتلالها، وهي جمرك ذمار وعفار وسفيان وإب وغيرها. يأتي هذا الإجراء في ظل انهيار قيمة الريال اليمني أمام النقد الأجنبي بسبب نهب الميليشيا لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى نحو 510 ريال. قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة إن مكتب الضرائب في المدينة الخاضع لاحتلال الميليشيا الحوثية المتمردة يقوم بالتهجم على المحال التجارية وابتزاز كافة مالك المحلات وأصحاب العمارات والعقارات والزج بهم في السجون بهدف ابتزازهم وإجبارهم على دفع إيجار شهر في السنة للمجهود الحربي للعدوان على اليمنيين. وقد بدأت هذه التعسفات بحق مالك المحال التجارية في شارع صنعاء، ولم ينجو حتى مالك البسطات. وفي مديرية حيس التي يقف الجيش الوطني على تخومها عقدت الميليشيا الحوثية اجتماعا للعقال والمشرفين والسلطة المحلية وألزمتهم بمهمة دفع الشباب للتجنيد وإجبار المواطنين على البقاء في المدينة حتى تصعب عملية دخول الجيش إليها. يأتي ذلك فيما تجبر الميليشيا طلاب مدارس الزيدية شمال مدينة الحديدة على دفع مبالغ مالية تصل إلى 3000 ريال، ومن يرفض يهدد بالفصل والتجنيد في صفوف الميليشيا. قال مصدر في المقاومة الشعبية في إقليم تهامة إن أبطال المقاومة نفذوا عمليتين ضد ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة خلال 48 ساعة الماضية. وأوضحت المصادر إن أبطال المقاومة استهدفوا بقنبلة يدوية سيارة هايلوكس غمارتين كان على متنها 4 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة في شارع جيزان بالقرب من حوش المرور، وأسفر الهجوم عن إصابة 4 وإعطاب السيارة. كما استهدف أبطال المقاومة الشعبية في هجوم ثاني بقنبلة يدوية صالون على متنه 5 من عناصر ميليشيا الحوثي في حي 7 يوليو شارع النصر حسب ما نقلته المقاومة الشعبية في إقليم تهامة. لم تتوقف ميليشيا الحوثي الإجرامية يوما عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين في مدينة تعز، حيث تستهدف الأحياء السكنية ووسائل المواصلات بالقذائف والصواريخ لتحصد أرواح الناس أو النساء والأبرياء. ومن ينجو من القصف تترصده أعين القناصة. نتابع التفاصيل. جرائم ضد الإنسانية وصف تؤيده هذه الصور التي تأتي من مستشفيات تعز يوميا، بل وأكثر من مجزرة باليوم الواحد ترتكبها ميليشيات الحوثي بقصفها للأحياء السكنية بكل أنواع الأسلحة واستهدافها للمدنيين المحاصرين بالمدينة منذ 3 سنوات. استهداف الأحياء السكنية هو يعتبر خلق للقانون الدولي الإنساني، وهي التي تجرم استهداف المدنيين بشكل مباشر. كافة الصواريخ والقذائف التي كانت تضرب خلال مطلع هذا العام كانت موجهة بشكل مباشر وممنهج على الأحياء السكنية. الأطفال والنساء أكثر المتضررين ولا تخلو يوم من استهدافهم. كان آخر هذه المجازر ما حدث لأسرة الراعي بمنطقة الضباب، فذهبت الأم وثلاثة من أبنائها وجدتهم وهم جوار منزلهم، ومجازر تلتها للمواطنين شرق المدينة وغربها كبارا وصغارا. بالنسبة لمجزرة الضباب وما حصل لأسرة الراعي في منطقة الضباب من انتهاك صريح للقانون وللقوانين الدولية والمحلية، كون استهداف المدنيين محمي من قبل الحقوقيين ومن قبل القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فتعد جريمة من جرائم الحرب التي يعني تستهدف المدنيين إلى مناطقهم وقراهم ومزارعهم. لم تكتف الميليشيات بالقتل بالقذائف والصواريخ والسلاح الثقيل، بل هناك جرائم ضد سكان هذه المدينة ترتكبها هذه الميليشيات بالقنص المباشر للمدنيين في كل الأحياء القريبة من مناطق المواجهات.
سواء داخل المدينة أو المناطق الريفية الممتدة من الأحكوم وحمير وصبر إلى الصلوي وحيفان وجبل حبشي وراسن. وتعتبر الميليشيات كل مواطن هدفا ما دام لا يقاتل معهم ولا يؤمن بأفكارهم الدخيلة على المجتمع اليمني. ارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 1400 انتهاك ضد أبناء محافظة إب خلال العام المنصرم 2017. التفاصيل في تقرير وحدة الرصد للمركز الإعلامي لإب. وثقت وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للمقاومة الشعبية بمحافظة إب 1425 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال العام المنصرم 2017 وتوزعت على النحو التالي: 459 جريمة اختطاف، 203 حالات قتل، 73 حالة إصابة، 13 جريمة تفجير وإحراق منازل ومؤسسات، 182 عملية اقتحام لمنازل، 131 حالة نهب منازل، تهجير 170 أسرة من أبناء قرية الدهيمية بحزم العدين، 21 جريمة اعتداء وسطو مسلح على ممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مواطنين، 61 جريمة ابتزاز مالي وسوء استخدام للوظيفة العامة، 7 جرائم طرد منظمات، 11 جريمة انتحار، 94 جريمة اعتداء وجرائم أخرى. لم تمنع حرب الانقلابيين وما خلفته من دمار واسع المبدعين في عدن من المضي قدما في تطوير ابتكاراتهم العلمية، حيث احتوى المعرض الوطني للاختراع والإبداع الذي أقامته جامعة عدن أبرز قدرات المبدعين من مختلف أنحاء الجمهورية. المزيد في سياق التقرير التالي. من وسط ركام ما خلفته الحرب يشارك هؤلاء الشباب في عرض إبداعاتهم برحاب جامعة عدن. هذا الصرح العلمي الذي ينظم المعرض الوطني للاختراع والإبداع برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي. من وسط الركام بالعلم والتكنولوجيا نبني الوطن، ذلك هو شعار المعرض الذي تم افتتاحه يوم أمس بحضور رسمي يستمر على مدى 4 أيام يشارك فيه شباب وشابات من مختلف أنحاء الوطن، وسيعرض أكثر من 130 اختراعا وإبداعا علميا في مجالات الهندسة والطاقة المتجددة والبديلة والطب والصيدلة والزراعة والبيئة والعديد من التطبيقات العلمية. في هذا المعرض احتضننا واستقطبنا 11 محافظة والتي هي حقة والمحويت وصنعاء ومأرب وتعز وإب، من المحافظات الجنوبية عدن لاحق أبين وشبوة وحضرموت. عدد الأعمال 133 عمل، من خلال هذه الأعمال بنختار 10 أعمال في الحاضنة الإلكترونية والتكنولوجية، وبنحاول نحصل على تمويل لمشاريعهم بحيث أنهم يستمروا في هذا العمل. وفي مركز العلوم والتكنولوجيا نسعى أيضا لتأسيس وحدة التميز والإبداع بحيث أنه يكون في مجلس تنسيقي ما بين رجال الصناعة والحكومة مع جامعة عدن. المعرض في يومه الأول قدم فيه المشاركون إبداعاتهم العلمية المختلفة. سهلا، أنا رؤيا واحد الروبوت لاستقبال التفاعلي الأول في اليمن. أنا من صنع صديق المهندس أياد نوديم وأصدقائه مراد ومحمد في معهد رؤية للروبوت للذكاء الاصطناعي تحت إشراف الأستاذة توريم حميد والدكتور. فهذا الروبوت يعمل على تسجيل البيانات والتنظيم العمل حيثما وجد زحام في مرفق ما. شارك معهد رؤية في المعرض، في معرض الوطني للاختراع والإبداع في جامعة عدن. شاركنا بعملين اللي هو الكرسي الروبوتي أو الكرسي الإلكتروني، إضافة للنموذج الروبوت الاستقبال اللي يساعد الطلاب أو يساعد أي مرفق آخر لترتيب الأعمال في المركز. المعرض احتوى على العديد من الإبداعات العلمية والتي من شأنها خدمة الإنسان وجعل الحياة يسيرة، طالما أضحت تلك الأفكار واقعا ملموسا بفعل الدعم والتشجيع لهؤلاء الشباب. سوينا اليوم أول حوامة تصنع يدويا في الوطن العربي، طبعا صنعت من قبل في مصانع في الوطن العربي،
بس يعني صعب جدا نحن نسويها في مصنع. الآن هذه الحوامة عبارة عن جزئين، جزء سفلي وجزء علوي. الجزء السفلي يكون فيه ضغط الهواء، عبارة عن تيارة الهواء. تيارة الهواء تعمل بديناميكا محددة، إنها تطلع تلتطم بالأرض وتنزل، تبدأ تشكل دوامات هوائية. هذه الدوامات الهوائية تعمل على نشر الهواء أو إيش، توزع ضغط الهواء في مكان يعني محدد. بعد هكذا الهواء هذا يخرج عبر الثقوب يرفعه ويعزل الاحتكاك بينه وبين الأرض. وبحسب القائمين على المعرض ستمنح جوائز نقدية لأفضل الأعمال المشاركة، وستقوم لجنة التحكيم في تحديد الفائزين، وستمنح للفائز بالمركز الأول 1,000,000 ريال يمني و750 ألف ريال للفائز بالمركز الثاني، ونصف 1,000,000 ريال للفائز بالمركز الثالث. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير يوم أمس معرض سيئون الثاني للكتاب الذي تقيمه مجموعة سفير ثانوية التطوعية، ويحتوي المعرض على أكثر من 1,000 عنوان بمشاركة دار حضرموت للدراسات والنشر بالمكلا ومتجر بوك تايم بتعز ومكتبة بن خلدون بصنعاء، ويستمر على مدى أسبوع كامل في حديقة منتجع الماهر بسيئون. وأشاد الوكيل الكثير بالمبادرة الشبابية التطوعية لاهتمامها برفع الثقافة والمعرفة وتوعية المجتمع بأهمية القراءة، ودعا الشباب إلى زيارة المعرض للاستفادة من محتوياته الثمينة. أقامت حملة الكويت إلى جانبكم يوم أمس حفل اختتام مشروع بناء القدرات التعليمية بمحافظة عدن، وعمل المشروع على تدريب 95 فردا من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين في القدرات الذاتية والمهنية واستخدام الأساليب الحديثة في العملية التعليمية. كما استهدف المشروع تدريب 35 مشاركا في دبلوم الإدارة المدرسية، و30 مشاركا في برنامج المعلم المحترف، و30 مشاركا في برنامج الإشراف التربوي، موزعين على 4 مديريات في محافظة عدن. طبعا اليوم نحن نختتم هذا البرنامج، برنامج دعم القدرات التعليمية، وهو أيضا بتمويل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة وحملة الكويت إلى جانبكم. هذه البرامج تسهم في رفع قدرات الجانب التربوي في محافظة عدن. نحن ندرب هذا البرنامج، استهدف العاملين في القطاع التربوي من مشرفين وإداريين ومعلمين. الكويت ودولة الكويت وحملة الكويت إلى جانبكم تولي قطاع التعليم كل اهتمامها، وهو في أولويات دعمها الإنساني لليمن، وإن شاء الله سوف تستمر هذه البرامج في عام 2018 بتمويل من حملة الكويت إلى جانبكم. هذا البرنامج يعني يتميز عن غيره من البرامج، بل وينفرد عن غيره من البرامج التدريبية في كونه ركز على كافة الأطراف الرئيسة في العملية التربوية والتعليمية، وليس على طرف بعينه دون الآخر. وهذا البرنامج لذلك يعد أنه عمل إضافة نوعية في مجال التعليم والتعلم، خاصة في تنمية قدرات ومهارات المعلمين والإدارات المدرسية والإشراف التربوي، وتزويدهم وإكسابهم المزيد من الأسس العلمية، وتحسين وتجويد قدراتهم المهنية. كل ذلك من الممكن أن يساعدهم في عملية بناء الأجيال، بحيث تكون أجيال واعية ومدركة قادرة على التعامل والتعاطي الإيجابي مع متطلبات العصر والحياة بمهارة وكفاءة عالية. إن شاء الله نستفيد المتدربين ويتم تطبيقها في المجال الميداني في المدارس، ويتم أيضا تطوير العمل التوجيهي والتعليمي والتربوي في هذا الجانب. نشرتنا انتهت، وعودة إلى عناوينها. متحدث الحكومة: البنك المركزي يعمل على وضع حلول ناجعة لوقف التدهور في قيمة الريال.
جامعة عدن تقيم المعرض الوطني للاختراع والإبداع بمشاركة مبدعين من جميع المحافظات. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.